وصلت الناقلة البحرية المحملة بالهبة الجزائرية للبنان، وهي عبارة عن 30,000 طن متري من الفيول أويل الجزائري إلى ميناء طرابلس. كما أطلقت مناقصة المقايضة بالتوازي عبر منصة الشراء العام، وأعطيت مهلة 15 يوما. استبين أن نوعية الفيول الجزائري لا يتناسب مع معامل الكهرباء في لبنان. وكان في استقبال الناقلة وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والسفير الجزائري رشيد بلباقي، وسفير لبنان في الجزائر محمد حسن. مناسبة تكريس وقوف دولة الجزائر الكريمة مع لبنان، مع لبنان وشعب لبنان في أصعب المحن، وكما عهدتنا الجزائر في الماضي. يعني فخامة الرئيس عبد المجيد تبون مواقفه واضحة في كل مناسبة. وزير الطاقة والمياه أكد أهمية هذه الهبة بالنسبة للبنان. عرفنا أنه إحدى أنا هلأ لايف. نعم ليه ما بتتعلمي من اللي عمله؟ لا بالعكس ما عليك، مش أنا عم بتعلم، أنا عم بسأل أسئلة حق اللبنانيين يسألوها. اللبناني عم بيدفع معادلة عاد حل رئيس الحكومة بوقت أو بآخر، عندما كان الحل أو عندما قدم الحل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه الاستعانة بالأزمة الأخيرة بالجمعة الأخيرة وقتها كان دولة الرئيس على راسي وعيني هو. نعم ولكن مين العرقل؟ يعني عرفنا انه في احد الاشخاص، عرفنا انه في احد تاخر وقدم الحل من اول طريق، عرفنا انه في احد الاشخاص عرقل اجيب بقدم من اول الطريق. ما تاخر انت اللي تاخرت وتيارك اللي تاخر. واحد مثلك فيشل انت طول عمرك امك هي. صحيح هذا الكلام؟ ما عم بسمع. الا انه تهرب من السؤال عن سبب عرقلة الحلول بموضوع الطاقة. يقال انه النائبة ندى البستاني هي اللي منعت، يقال انه هي النائبة ندى البستاني منعت، هيك عم ينقال، هل صحيح الكلام؟ انت بتحكي ولا عم بسألك هل صحيح؟ اذا بدك انا احكي للموظفين نعم. بإدارة الكهرباء ما فيهم ياخذوا قرارات مثلا بالليل بدون الغطاء اداري لازم، وفي مشكلة انه كل ما يعملوا شيء اذا كان في شوية مخاطرة بيصيروا بدهم بيخافوا على المحاسبة وغيره، مثل مثلا انتوا نشرتوا شيء عن الفوتير انه مخشوش. طب ما عليك ليه عم بيقولوا انه ليه عم بيقولوا انه النائب ندى البستاني هي وراء هذه العرقله؟ لا ما في شيء منه. عم بيقولوا كمان هي عم تاخذ دور بالوزاره بعيدا عن دورك. انا شرحت لهم للجديد انه بالوزاره في وزير معبى الكرسي، والنهار ما بيعبي الكرسي ما بيضل هو الوزير، هيدا هيك مساق به الله خير، وهيك عنده عزه نفس، عرفتوه اسمه الدكتور وليد فياض. السفير الجزائري في لبنان اعرب عن العلاقه المتينه التي تربط الجزائر بلبنان. والهبة قرار سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بإهداء لبنان هبة من الفيول ليس بجديد، وهو طبيعي جدا. هذه الهبة التي هي يعني احنا طبيعية ما نشكر عليها، لأنه الأخ الذي يتضامن مع أخاه ما بده شكر. وأنا يعني متفائل جدا بالآفاق المستقبلية بين البلدين. بانتظار عملية السواب يتم إفراغ حمولات الناقلة المصرية في دير الزهراني، وفق ما أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، الذي قال إن ناقلة النفط كام آلن المحملة ب30,000 طن من الفيول وصلت إلى الزهراني وبدأت إفراغ حمولتها، ما يسمح برفع التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 4 و6 ساعات. أزمة الكهرباء مسلسل طويل عنوانه العتمة، السيناريو نفسه إلا أنه مع كل جزء يتبدل البطل، ويمكننا القول أنه في الجزء 14 منه لا يزال المضمون نفسه. لشحادة لنضوي كم ساعة كهرباء بانتظار وعد جديد، لنقول فيول ليصير بالمكيول. من ميناء طرابلس جسنت عنتر، قناة الجديد.